السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتكلم عن كيفية اختيار الفئة اللي تناسب من أجهزة القهوة. تطحن لك القهوة أو بنك المطحون أو كبسولة جهازك. لو حاب تأخذ فكرة أكثر معك ماجد. بسم الله نبدأ. هنبدأ سوا بنبدأ عن فوائد القهوة واللي هي تعطيك طاقة، تحرق لك الدهون، تخفف لك نسبة السكر في الدم، وتقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر. والفائدة الأهم أنه يتم استخراج 100 نوع من الأدوية من القهوة. طبعاً عندنا ثلاث فئات من ثلاث شركات مختلفة. الفئة الأولى تطحن القهوة أو تقدر تستخدم لها بن مطحون من شركة ديلونجي. الفئة الثانية بالبن المطحون برضو من شركة ديلونجي. والفئة الثالثة بالكبسولات، وعندنا شركتين نسبريسو ودوتشي كوستا. هنتعرف اولا على الفئة الاولى اللي بتطحن القهوة. كفوائد للقهوة، القهوة عندما تنطحن في نفس الوقت تعطيني كامل فوائدها، عكس اذا طحنتها بعد الطحن بساعة القهوة تبدأ تفقد معك 30% من فوائدها. كمثال، مريض السكر لما يشرب قهوة مطحونة في نفس الوقت وقهوة مطحونة بعدها بساعة ويقيس نسبة السكر عنده في الدم، يلاحظ انخفاض نسبة السكر بالدم 30% بالقهوة الفريش عن القهوة المطحونة. هذا كمثال. ثانيا حنتكلم عن الخيارات وكمية الكافيين اللي بتعطيني اياها هذه الآلة. كمية الكافيين طبعا عندي 5 مستويات متوزعة على 3 جرام، 5 جرام، 7 جرام، 10 جرام، 14 جرام في الوان شوت، اقدر اختارها من الشاشة وبلمسة واحدة تطحن وتسوي المشروبي خلال ثواني. بالنسبة لكمية الكافيين تكلمنا عنها. الآن نأتي للتكلفة. تكلفة الكوب الواحد يا جماعة هنا ما يتجاوز الريال ونص، يعني كذا نص ريال لحد ريال ونص كحد أقصى. يعني نجيب الكيلو القهوة من 60 إلى 150 يعمل لك معدل أكواب من 100 إلى 333 كوب، وأنت شوف كمية القهوة اللي راح تشربها من الكيلو الواحد القهوة. كتكلفة وكمية كافيين عندنا كمان فوائد القهوة راح أحصل عليها هنا في الآلة أولا بأول بكامل فوائدها راح تشرب القهوة. طريقة التحضير راح نبدأ فيها الآن مع بعض ونشوف كل جهاز كيف طريقة استخدامه، تحضيره والمشروبات والنتيجة والسرعة وكل حاجة نشوفها مع بعض. هنتكلم الآن عن طريقة استخدام جهاز ديلونجي للتكابتشينو من الفئة الأولى. في البداية نعبي الموية في المكان المخصص لها في التانك الجانبي. بعدها نشغل الجهاز، ننتظر من 10 إلى 20 ثانية حتى تتم دورة الغسيل في البداية مع كل عملية تشغيل عشان يخرج كوب ساخن من أول تحضير وعملية تنظيف الجهاز من الداخل تلقائي. بعد ما انتهت الآلة من عملية التنظيف حنحط حبوب القهوة المناسبة لنا في المكان المخصص لحبوب البن في الأعلى. والآن في حل رغبتنا بتحضير مشروب بالحليب يتم إزالة عصا التبخير، وبعدها يتم وضع الخزان المخصص للحليب السائل. بعدها نختار تركيز القهوة المناسب وكثافة الرغوة اللي نبغاها، وبلمسة واحدة نختار المشروب، وفي خلال 50 ثانية بيكون مشروبك جاهز. والآن عندنا الفئة الثانية اللي بالبن المطحون. هنشوف مع بعض طريقة استخدامها. أولا موية، شغل الجهاز من زر التشغيل الموجود في الجانب، ننتظر من 10 إلى 40 ثانية حتى يكون جاهز، نختار الباسكت المناسب وان شوت. عندي الدبل شوت هنا، الدبل شوت ياخذ 14 جرام، الوان شوت 7 جرام قهوة، راح اخذ الدبل شوت. عندي هنا القهوة اللي طحنتها باستخدام المطحنة، بالملعقة هذه اللي تجي معاها داخل الكرتون تاخذ كمية قهوة 7 جرام، وعندي هنا كباس عشان اكبس القهوة. اخذ القهوة ملعقتين تكون مسح عشان تكون كمية الكافيين هنا 14 جرام قهوة، من ثم اكبسها بشكل متساوي عشان يعطيني استخلاص طيب. حليب، افضل اني اخذ بيتشر زي كذا عشان اقدر اسوي الرسم. احط كمية الحليب المناسبة حق المشروب اللي بسويه، سواء كابتشينو، لاتيه، كافي لاتيه، لات وايت،
كل مشروب بيكون له كمية حليب مختلفة عن المشروب الثاني، راح نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. طبعا عندي هنا معيارين، اذا الكوب صغير بحط طحين، اذا الكوب كبير راح اشيل القطعة هذه، احط الكوب، ابدا بتحضير الاسبريسو، هنا الوان شوت هنا الدبل شوت، في خلال 30 الى 40 ثانية يكون المشروب جاهز. راح نشغل زر التبخير، ننتظر 10 ثواني ماكسيموم يكون معانا جاهز، وابدا بتبخير الحليب. عندي العلامه ثبت جاهز، ثبت الركوه بشكل ثابت عشان يعطيه تبخير مناسب. بالكثير 20 الى 30 ثانيه يكون عندي التبخير جاهز. اول ما ابدا احس الحراره وصلت للدرجه المطلوبه والرغوه المناسبه لي اقفل. ناخذ الاسبريسو، وهذه النتيجه. ننتقل وإياكم للفئة الثالثة من أجهزة القهوة اللي تعمل بالكبسولات، وعندي هنا الجهاز الأول من نسبريسو، نسبريسو اللي اسمه تاتش. كالعادة هنعبي الخزان بالماء، نحط علبة الحليب، ونختار إذا بغينا المشروب تبعنا رغوة وسط أو رغوة كثيفة. حط الفنجان، نختار الكبسولة. طبعا أنا راح أهديكم كولومبيا، كبسولة كولومبيا. حط الكبسولة ونختار التحضير. وهذه هي النتيجة كما ترون. وأخيرا عندنا الجهاز الرابع من الفئة الثالثة من شركة دولتشي جوستو واللي يعمل بالكبسولات. نعبي أول شيء تانك مويه كما تعودنا، شغل الجهاز. طبعا هنا لازم أختار كبسولتين، أولا راح نختار كبسولة الحليب ونحدد مستويات الموية حسب المرسومة فوق الكبسولة. هنا عندي 6 مستويات من 7. حط كبسولة الحليب بالشكل هذا، ثم نختار الكوب، حدد المستويات، ومن ثم زر المشروب الحار. أول ما تخلص طلع كبسولة الحليب، حط كبسولة القهوة، برضه نختار مستوى الموية على مستوى رقم 1 زي ما هو مبين هنا. وهذه هي النتيجة أمامكم. كده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب وشير، بعد زر التنبيهات فوق عشان يوصل كل جديد. لا تحرمونا من دعمكم، في أمان الله.